كيف تصبح مواطناً مثالياً في القرن 21؟ مرحباً بك في دليلنا الشامل لتصبح مواطناً مثالياً في هذا العصر الحديث، حيث تكون الحياة مليئة بالتحديات والضغوط التي تجعلنا نحتاج إلى إعادة تقييم أولوياتنا. لا تقلق، فبإمكانك أن تتقن فن العيش المثالي بفضل هذه النصائح الساخرة. الخطوة الأولى، اجعل هاتفك الذكي محور حياتك. إذا كنت ترغب في أن تكون شخصاً معاصراً ومواكباً للتكنولوجيا، فلا بد أن تجعل هاتفك الذكي جزءاً لا يتجزأ من يومك. لا تفوت أي إشعار، وكن مستعداً دائماً للرد على الرسائل الفورية التي لا تحتوي على أي شيء ذي قيمة. فقد أثبتت الدراسات الحديثة التي لم تجر قط أن التحقق المستمر من هاتفك يزيد من سعادتك وإنتاجيتك. الخطوة الثانية، كن نشطاً على وسائل التواصل الاجتماعي. تذكر دائماً أن تكون حاضراً على وسائل التواصل الاجتماعي. لا يكفي أن تشارك الصور فقط، بل يجب أن تكون هذه الصور مصحوبة بعبارات ملهمة ومؤثرة، مثل عش اللحظة وتجاهل الكارهين. كذلك لا تنسى التظاهر بأن حياتك مثالية وأنك تعيش أفضل أيامك، حتى لو كنت تجلس في البيت وتشاهد التلفاز طوال اليوم. الخطوة الثالثة، انتقد كل شيء بلا رحمة. في هذا العصر الذهبي يجب أن تكون ناقداً لكل شيء وكل شخص. لا تتردد في التعبير عن آرائك السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الحياة الواقعية. العالم بحاجة إلى المزيد من الآراء الحادة التي لا تهتم بالمشاعر. إذا لم تكن قد انتقدت طعامك في المطعم أو فيلمك المفضل في الشهر الماضي، فأنت لا تعيش حقاً. الخطوة الرابعة، تجاهل مشاكلك الصحية. في سعيك لتحقيق الحياة المثالية، لا تنسى أن تتجاهل مشاكلك الصحية تماماً. فلا وقت للاهتمام بالصحة عندما تكون مشغولاً بنشر الصور على إنستغرام والرد على التعليقات. وإذا شعرت بالتعب، يمكنك دائماً اللجوء إلى القهوة والمشروبات الطاقة لإعطائك دفعة مؤقتة، فهي الحل السحري لكل مشكلة. الخطوة الخامسة، كن مهووساً بالمظهر الخارجي. أخيراً، لا تنسى أن المظهر الخارجي هو كل شيء في هذا العالم. استثمر في أحدث صيحات الموضة حتى لو كنت لا تملك المال. اقترض من أصدقائك أو استخدم بطاقة الائتمان، فالمهم هو أن تبدو رائعاً دائماً. لا شيء يعبر عن النجاح أكثر من حذاء جديد ومعطف فاخر. وأخيراً عزيزي المشاهد، بفضل هذه النصائح الساخرة يمكنك الآن أن تصبح مواطناً مثالياً في القرن 21. تذكر دائماً أن الحياة تدور حول المظاهر والانتقادات السلبية والارتباط التام بالتكنولوجيا. فما الذي تنتظره؟ ابدأ اليوم وكن مثالياً. فضلاً وليس أمراً، إن أعجبك ما نقدمه من معلومات، اشترك في القناة وادعمنا بنشر الفيديو لدعمنا على الاستمرار. دعمك يعني لنا الكثير. شكراً لك على المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله.